يوم جديد بالنسبة لهذه الطالبة الكويتية التي قدمت من الكويت رغبة في دراسة الطب هنا في قلب الرياض. صراحة الجامعة لي تجربة علمية ثرية جدا، استفدت منها الكثير وأنا للحين في مستوى ثالث، خصوصا أنهم كانوا مهتمين جدا في الطلبة الدوليين، فقدموا لي دعم نفسي دعم أكاديمي في كل شيء، فجدا مستمتعة برحلتهم. التقيت عددا من الطلبة الدوليين، هذا أمريكي فضل أن يدرس الهندسة بالسعودية، وهذا الطالب الصيني فضل أن يلتحق بكلية السياحة والآثار بعد أن قدم من أجل دراسة اللغة العربية، لكنه قرر أن يدرس السياحة في جامعة الملك سعود لهذا السبب. أريد أن أعرف المناطق السياحة وأعرف بعض أشياء عن السياحة في المملكة العربية السعودية. كنت أريد أن أتعلم اللغة العربية في السعودية، لكن بعد سنة تحضيرية أنا تغيرت الفكرة، يعني أتخصص كلية سياحة. When I came, I found all my professors that are teaching me courses. They have degrees from the best universities in the world. I found that the books that we're studying is the same books we studied in America. Also, my tests are in English, homeworks are in English. So it was a very easy transition to me. I got to make a lot of friends, like Saudi friends, Yemeni friends, Indian friends. There's like a lot of different countries of people here studying in Saudi Arabia. تربطنا مع الطلبة الأجانب أنشطة مثلاً مثل اللي اليوم حصل معرض دولي، أعتقد كان اليوم العالمي للطلاب الدوليين. مثل هذه الأنشطة هي اللي فعلاً تخليك تكتشف الثقافات، تشوف أشياء جديدة. فرح الهولان طالبة كويتية اختارت أن تدرس الدكتوراه في جامعة الملك سعود، تستعد اليوم لتعريف زملائها بالثقافة الكويتية مستعينة بوالدتها في يوم الطلاب الدوليين. أنا جدا فخورة أني طالبة دكتوراه في تخصص الإعاقة الفكرية في جامعة الملك سعود، كونها من أفضل الجامعات بنظري يعني وبنظر الكل أتوقع. يعني الحمد لله فرح متميزة بجامعتها بالجامعة، فمن معرفة أن في تمثيل للدول المتعثة اللي من طريق البعثات يعني حاولت أن تتواصل معي، فأنا من الكويت أنا مجهزت لها الأغراض، البوث كامل جبته معي. أي نعم. 96 جنسية قدمت من كل قارات العالم للدراسة في هذه الجامعة، وأجواء احتفالية عاشها الطلاب الدوليون هنا وسط حضور لمنتجات جلبها هؤلاء الطلاب من بلدانهم احتفالا باليوم العالمي للطلبة الدوليين. من الرياض، خلف الخلف، MBC.